احمد انس، بصوا ابي. ايه يا ابني في ايه؟ فرد ضهره شويه وحاطط رجل على رجل. يا ابني في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين احدكم ثم يضع احدى رجليه على الاخرى. رواه مسلم من روايه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. حديث صحيح يعني؟ طب ما تروح تكلمه. عايز؟ لا انا من بعد فيديو الجرجير ده مش عارف اقول له ايه. طب ما تروح تكلمه يا انس. لا مش عايز يحصل بيني وبينه مشاكل. طب قلت لا، انت صاحب الفكره يا احمد، تكلمه انت. طيب انا اكلمه ان شاء الله. نيجي معاك؟ لا، الامام الشافعي رحمه الله تعالى بيقول: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحه في الجماعه. ومن اداب النصيحه ان هي تكون سريه. جزاك الله خير. جزاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا ابي عمرو؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. اسال الله ان يرزقك من واسع فضله وان يحفظك وان يبارك فيك. اللهم امين واياكم يا رب. انا كنت عاوز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا احمد. بس ما كنتش عايز حضرتك ان حضرتك تفتكرني يعني انها بين ايديك في مقام الواعظ، حاشا لله. لا ابدا، ما فيش حد فينا كبير على العلم، كلنا بنتعلم. اتفضل. انما انا منك تعلمت منك الكثير من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو الله أن ينفعك بها. آمين يا رب. وأن يتقبل منك. آمين يا رب. وأن يجعلها في ميزان حسناتك. اللهم آمين وإياكم يا رب. وأن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. اللهم آمين وإياكم. تفضل يا أحمد. وأنا سمعت حديث، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. رواه مسلم. فانا شفت حضرتك نايم وحاطط رجل على رجل، فجيت اقول لحضرتك. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب فين اخواتك؟ ما جبتهمش معاك ليه؟ حضرتك علمتنا ان من اداب النصيحه ان هي تكون سريه، فانا سبتهم هناك. جزاك الله خيرا. طيب استاذنك ممكن تندهم؟ حاضر، بعد اذن حضرتك. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. أنا كنت حابب أن أنا أقول لكم على حاجة أنتوا الاثنين. أن أحمد من شوية جالي وقال لي: أنا شفت حضرتك نايم في المسجد مستلقي على ظهرك وحاطط رجل على رجل. وهو بلغ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وقال الحديث في صحيح مسلم، يعني كأنه يستدرك ذلك يعني، ولكنه قدم بين يدي كلامه بالأدب وبالأسلوب الطيب، جزاه الله خيرا. أنا حابب أن أنا أقول أن في حديث في الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ويضع إحدى رجليه على الأخرى. والحديث رواه البخاري ومسلم. طيب إحنا إزاي نجمع بين الحديثين بقى؟ يعني في حديث النبي بينهى عن الاستلقاء على الظهر وأن الإنسان يحط رجل على الرجل، وفي حديث آخر صحابي شاف النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ نايم على ظهره في المسجد وحط رجل على رجل. إزاي نجمع بين الحديثين؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها. محمولة على حالة تظهر فيها الإيه؟ العورة أو شيء منها. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز وأن الأمر لا بأس به. تمام يا جماعة؟ تمام. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ علشان في ناس ممكن تسيء الظن بأي حد نايم على ظهره وحاطط رجل على رجل وتظن أنه يخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمام؟ أحاديث النهي دي محمولة على حالة تظهر فيها الإيه؟ العورة أو شيء منها. تمام؟ وإلا فالأمر لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة، كما قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث: جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه. بعدين في حاجة جميلة جدا عملها أحمد، جزاه الله خير، إن هو لما شافني بعمل حاجة هو معاه نص بالنهي لم يبادر بالهجوم. في ناس أول ما بيبقى معاها نص كده في نهي عن شيء في الشرع وتشوف حد بيعمله تلاقيها جارية بتهجم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في عيسى تقريبا معجبين.